شيرلوت مصطفى بنت عادية من أسرة مصرية، من الأسر المصرية بالقوي. محدش يصدق الحاجات اللي مكتوبة في السوشيال ميديا عني، لأن في حاجة اسمها ويكيبيديا كانوا كاتبين معلومات كتيرة أوي، معلومات ولا معلومة فيهم صح غير اسم لبلبة. أنا مولودة في مصر الجديدة، أب اسكندراني من اسكندرية، اسكندراني عترة عترة عشان كده بحب اسكندرية قوي، وأمي مولودة في غمرة طبعا. في ناس بيقولوا ده واحد اجنبي، ده جاي من موسم، ده مصري. لا لا لا، من ضرب مصطفى يا جماعه، من ضرب مصطفى. لا 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 طبعا، من ضرب مصطفى كان بيت العيله. ضرب مصطفى كان بيت العيله. فاكره المكان ده بتروحيه او كده ممكن تزوريه؟ لا 15 سنه يعني، كان ما فيش. تزعلي لما حد يقول ده مش مصري، ده اتولد في فرنسا؟ لا بزعل جدا، عشان امها بولندية. انتي مامتك اصلا مصريه؟ عمري ما غيرت الجواز بتاعي، طول عمري عرض عليا الامير رينيه بتاع موناكو ان يديني جنسيه وما ادفعش ضرائب طول العمر. قلت له لا، انا مش هغير الجنسيه بتاعتي ابدا، لغايه النهارده موجوده في جيبي اهو. صح، نفس الباسبور القديم ده اهو، بشيله على طول اهو قدامي اهو. واحنا نعتز فيك كفنان عالمي عربي يعني، بس وانت معتز طبعا باصالتك وبجنسيتك بجنسيتي صح، مولود فيها وحمود فيها ان شاء الله. سمية كويتية، سمية مغربية، يعني ده بيتقال لي على طول. انت من اصول مغربية؟ انت اصل مصرية 100%. مصرية ابانا فيش الحمد لله كده ولا كده. لا مصرية وافخر. فبقول لها انت عارفه ان انا طول عمري وانا في ليبيا اسمي غادة عادل ده مشهور؟ قالت لي قلت لها عشان انا كنت المصريه الوحيده اللي هناك اللي كاني ليبيه. يقعدوا يقولوا تصدقوا دي غادة عادل دي اصلا مصريه، فيقولوا ازاي دي بتتكلم ليبي وطريقتها وطبيعتها وكده، ودايما غادة عادل المصريه. دي ما كان صعب ضابط بحري من الضباط الجميله، كان ضابط بحري، كان لواء في العلاقات البحريه. وفي واحد الله يجازيه كتب حاجه كده على النت ان امه من لاتفيا وابوه من مش عارف حاجه كده يعني، فكتير من الناس صدقوا، افتكرت ان الفنان او دكتور ايمن هو اجنبي، ما يعرفوش ان انا راجل فلاح ابن فلاح، وان انا متربي في الريف المصري، ويعني انا كنت في قريه اسمها اخطاب مركز اجا محافظه الدقهليه لحد ما دخلت الجامعه. أوكي. فانا من اسره مصريه صعيدي. قولي الاستاذ بشاره مصري صعيدي. صعيدي من اسيوط. دي معلومه جديده على فكره. زي الاستاذ نجيب الريحاني. الاستاذ نجيب الريحاني من اسيوط برضه. ايوه. وما يعني بستعجب ازاي بيقولوا عليهم لبنانيه. لا انا يعني انا اسمي مصر، انا هنا بمثل مصر، جايه باسم مصر، وانا مصريه ومنتجه مصريه، فمن فضلكم أنا مش مليكة، أنا اسمي مصر، فقولوا تحيا مصر. ده في غلطة كبيرة، كتبت إن أنا أبويا مصري وأمي فرنسية، أمي مصرية وصعيدية وعمتها هدى شعراوي، يعني أنا مصري 100%. الفيوم هي بلدي. مصري 100% أبا وأما. أبا وجدا وجد جدا وجد جدا خالص، أبا وأما أيضا يعني، والدتي مصرية بيور يعني. أنا مصرية حتى النخاع. طيب ما أنت كنت بره برضه هتبقي مصرية، ما خدش حد ياخد الجنسية. ما سيبش مصر. بدايتي إن أنا أقول أنا مصرية صعيدية ملوية جاية من الصعيد. أنت حطيت مصري 100%. طبعا طبعا. أوكي. أنا محضر البطاقة وشايلها. بشيل بس الارقام خلاص. مصري مصري يا جماعه، احنا شفناها. عادل ادهم اسكندراني، بيحب الحياه قوي. عادل ادهم اسكندراني، مواليد حي الجمرك، في سوهاج. في سوهاج. بحكم التواجد يعني الاسري ولا لا؟ والدي في ايامها كان مفتش عموم الراي، وكان انت مصريه اصلا يعني الاصل المصري ولا في اي انت اساسا من بورسعيد؟ بس اكيد زيارتك للقاهره من بورسعيد، وانما انا شرقاوي اصلي. انت من محل اساسا؟ ايات ربنا على فكره هي اسكندرانيه. اسكندرانيه مش قاهريه يعني. اتولد. لكن انت اصل اجدادك ايه؟ اتراك؟ لا. بابا مصري.
بابا. عيلتي بمعنى آخر نشأت في أبو كبير، أبويا وعمامي وعماتي. أنا عبد الباسط محمد عبد الصمد. أهلا وسهلا. من قرية أرمنت، وهي الآن مدينة أرمنت التي بها مصانع السكر، وهي تابعة لمحافظة قنا في دمير مركز طلخ. وانتقل مع الأسرة إلى طهطا في الصعيد. اللي هو شبرا مع انا اجدادي، مع شرقوه امي، مع منصوره ابويا، مع تربيه شبرا طول عمري. عندي 20 سنه. من اسكندريه. و قلت لي عندك كم؟ احنا اصلا فلاحين، احنا فلاحين يا ابو زيه، فلاحين يعني بمعنى ان منا